مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. في البداية ملخص الأحوال الجوية بشكل عام: أجواء مستقرة في معظم أجزاء المملكة، أيضا درجات حرارة بعد منتصف الثلاثينات في معظم أجزاء المملكة، وأيضا طقس حار تقريبا في معظم أجزاء المملكة، وهذا واضح من صور درجات الحرارة، حيث نلاحظ أن هناك كتلة هوائية حارة تغطي معظم المملكة العربية السعودية، وخاصة المناطق الغربية والوسطى من المملكة، وكذلك معظم المناطق بشكل عام، ودرجات الحرارة فوق 35 درجة مئوي في معظم المناطق. هذه الكتلة الهوائية الحارة والدافئة بشكل عام تستمر في التأثير على المملكة خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة: هذه الليلة في الرياض أجواء لطيفة ودرجة الحرارة الصغرى 20 درجة مئوي. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة في الرياض: أجواء حارة نسبيا إلى حارة في النهار، ولكنها ما بين لطيفة إلى معتدلة ليلا. الجمعة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 36 والصغرى 22، ويوم السبت العظمى المتوقعة في الرياض 36 والصغرى 22، ويوم الأحد ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة وأجواء حارة، العظمى المتوقعة في الرياض 37 والصغرى 24 درجة. إذن أجواء حارة نسبيا إلى حارة نهارا، لكنها معتدلة ليلا. الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في أجزاء مختلفة من المملكة: إسكاكا 32-19، تبوك 35-20، عرعر 30 إلى 16 درجة مئوية. المناطق الغربية من المملكة: المدينة المنورة أجواء حارة 38-22، مكة المكرمة 39-25، جدة 36-23، الطائف 30 إلى 19 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة: الباحة 25-17، أبها 28-13، جازان 33 إلى 24 درجة مئوية. المناطق الشرقية أيضا أجواء حارة نسبيا إلى حارة نهارا، أيضا معتدلة إلى لطيفة ليلا. الدمام 35-20، حفر الباطن 35-20، الإحساء 38 إلى 22 درجة مئوي. المناطق الوسطى ومنطقة الرياض: حائل 32-19، بريدة 34-20، الرياض 36 إلى 22 درجة مئوي. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع السلامة وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، ولكم أجمل تحية مني ومن طقس العرب.